طيب مصر فين بقى من كل الكلام ده؟ مصر دولة بتؤثر في العالم وبتتأثر فيه. احنا لسنا بمعزل عن العالم، ولكن مهم ان احنا نقول طب احنا التأثر في هذه الأزمات ايه اللي الدولة بتعمله عشان تواجه به هذه الأزمات وعشان تخفف من الآثار السلبية لهذه الأزمات على المواطنين. الحقيقة في دايما ثلاث مؤشرات مهمين لوضع السياسة الاقتصادية: ان احنا نحقق نمو اقتصادي مستدام، وان احنا نحقق مستويات مناسبة من التشغيل، وان احنا نحقق استقرار في المستوى العام للأسعار. دول ثلاث مؤشرات مش دايما ومش سهل ان هم يتحققوا، وبالذات في مراحل التحديات بيبقى اكثر صعوبة واكثر تحدي ان احنا نحقق التوازن ده. ولكن مهم ان احنا ناكد، مهم ان احنا ناكد ان احنا في نهايه 21 كنا واصلين الى وضع نموذجي في الثلاث مؤشرات دول، كنا محققين توازن كبير جدا في مؤشرات السياسه الاقتصاديه الكليه. متوسط معدل النمو في سنه 21 كنا بنتكلم على معدل نمو 7.1%. كنا محققين مستويات مناسبة جدا من التشغيل، معدل بطالة 7.4%، وكنا محققين متوسط تضخم في حدود 5.2%. فده كان الثلاث توازنات في مؤشرات السياسة الاقتصادية، كانوا مؤشرات كلها متناسبة جدا في نهاية 21 قبل الأزمة الجيوسياسية. طب احنا عندنا رؤية للتعامل مع هذه الأزمات، طبعا لأنه الأزمات بقت كتيرة وبقى في صدمات كتيرة وقد لا تكون آخر الأزمات، وبالتالي مهم جدا إن احنا بنقول إن احنا في إطار رؤية الدولة المصرية عندنا سياسات وإجراءات قصيرة الأجل الدولة المصرية خدتها عشان تخفف من آثار الأزمات على المواطنين. والحاجة التانية إن احنا عندنا خطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، سواء كانت اللي طلع من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى أو برنامج الإصلاح الهيكلي في المرحلة الثانية. طب إحنا عملنا إيه؟ والإجراءات دي حضراتكم كلكم شفتوها، الإجراءات قصيرة الأجل دي تدخلات الدولة بتعملها وقت الأزمة عشان تخفف من أثر الأزمة. رفعنا الحد الأدنى للأجور، أقررنا عناوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24,000 إلى 30,000، استمرينا في دعم مالي للأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أي رسوم على المواطنين.